بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حنبدأ الآن بإذن الله تعالى في أخذ مقاسات الأجناب وقصها. زي ما تلاحظون حطينا اللوحين اللي حيكون الجنب الأيمن والأيسر، حطيناهم كلهم فوق بعض سوا عشان تصير القصة مرة واحدة، والغرض أنه عشان يكون القص متطابق، يعني يكون المقاسات متطابقة ما فيها أي اختلافات. لكن عيب الطريقة هذه انه لو لا قدر الله اخطأت في القص اللوحين كلها حتروح عليك، فلازم يكون القص دقيق وانت متأكد من المقاسات قبل ما تبدأ. وزي ما يقول المثل، تأكد مرتين وقص مرة واحدة. فبسم الله توكلنا على الله. هنقص ان شاء الله بطول مترين على كامل اللوح. نبدأ ناخذ الخط إن شاء الله الآن. نبغى الخط يكون واضح عشان أثناء القص. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. بسم الله. ولا نستعجل في القص يا اخوان، نخلي المنشار ياخذ راحته وهو يقص. بسم الله الرحمن نشيل المنشار يا اخوان بعيد عنا شوي. نفصل الكهرب. نشوف الان ان شاء الله قصنا كيف كان.
نبغى مترين طول زي ما أخذنا المقاسات. بسم الله، الحمد لله يا أخوان، مترين بالتمام. مترين بالتمام. طيب يا اخوان، هننتهي ان شاء الله من قص باقي الزوايا الثانية نفس الطريقة تقريبا، واذا انتهينا ان شاء الله من القص حنرجع لكم ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خذينا مقاسات الباب والآن بإذن الله تعالى حنقص الباب إن شاء الله. بسم الله. بداية حنستخدم المنشار الترددي عشان نفتح فتحة بسيطة كذا نقدر ندخل معها سلاح المنشار الاركت وناخذ الدائرة بالكامل بإذن الله. فبسم الله الرحمن الرحيم. الآن حنستخدم منشار الأركيت عشان نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وبفضله انتهينا من قص الباب زي ما تلاحظون. الحمد لله زي ما تلاحظون الحمد لله القصة نظيفة مرة، يا ربي لك الحمد. والفكرة يا اخوان انك بعد ما تحط الخط حقك تخلي المنشار هو يمشي بشويش، بس انت مجرد انك تمسكه وتوجهه مضبوط ولا تدفع، لا تدفع عشان تنشر بسرعة، خله بشويش وهو يمشي لك ويجيب لك الخط. ما شاء الله تبارك الله يجيب لك الخط، ما شاء الله تبارك الله. تمام، بسم الله. زي ما عملنا مع الباب خذينا مقاسات النافذة الجانبية اللي حتجي في الجهة الثانية، وحنفتح فتحة صغيرة إن شاء الله بالمنشار الترددي زي ما عملنا في الباب، وبعد كذا إن شاء الله حنكمل بالمنشار الأركيد. بسم الله الرحمن. بسم الله.
الحمد لله انتهينا من قص النافذة. القصة الحمد لله تمام، كان تمام يا ربي لك الحمد. بسم الله، الآن محتاجين نقص تقريبا مبدئيا، حنقص تقريبا 12 مربوع بطول تقريبا 119 سنتي عشان نستخدمها في الجمع بين الجانبين، تصير هي اللي تثبت الجانبين مع بعض. فتوكلنا على الله، حنبدأ الآن بإذن الله تعالى. بسم الله تعالى. وللغرض هذا يا إخوان قصينا أول واحد، قصيناه بالطول المناسب، جهزنا عشان يكون لنا كمقاس نقص فيه الباقي بإذن الله تعالى. وحنستخدم دليل القص عشان يسهلنا العملية. بسم الله أكد أن الطول مناسب، أكد أن الطول هو نفس العودين الأربعين، بعدين نقص. بسم الله طيب، حنكمل بإذن الله تعالى القص. حنقص تقريبا 12 مربوع عدد مبدئي، لو احتجنا زيادة بعدين حنقص زيادة، لكن مبدئيا حنستخدم 12 إن شاء الله. فحنكملها بإذن الله تعالى ونرجع لكم. هذا آخر واحد الحمد لله من 12. بسم الله الحمد لله، انتهينا من قص المرابيع 12، وبإذن الله تعالى الأسبوع القادم حنبدأ بإذن الله تعالى في تركيب الجوانب إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.